مستانسين بمشاركتنا بالمؤتمر حاليا ولوكينج فورورد عشان نشوف كل الشباب مجتمعين في مكان واحد نشوف شنو هي اراء الشباب عن العالم حاليا وشو هي الحلول للمستقبل. سعيد ان انا بشارك النهارده في مؤتمر الشباب، سعيد ان هو من ارض مصر من شرم الشيخ مدينه السلام، ان احنا بنتكلم في قضايا الشباب كلها، بنتكلم في كل ما يخص الشباب من مشاكل في العالم كله، ازاي نقدر ندعو للسلام، ازاي ان في شباب موجودين دلوقتي بيتكلموا عن قضاياهم ومشاكلهم. شايفه المؤتمرات دي مهمه جدا، الناس كتير تشارك فيها علشان اما بلاد كتير تشارك فيها الناس هتبتدي تهتم بمؤتمر الشباب، وصوت الشباب دايما لازم يتسمع. فان شاء الله بعد المؤتمرات دي كلها بلاد تانية في العالم تعرف ان مصر بلد فيها امن وامان والشباب متحضر، ويعني ان مصر بلد متقدمه. فان شاء الله بعد المؤتمرات دي كلها البلاد التانية هتشوف ده. منتدى جدا رائع راقي، واعتقد انه ناجح قبل بدايته، ودائما نرجع ونقول مره ثانيه البدايه دائما من ارض الكنانه الله يحفظها. يشرفنا المشاركه في منتدى شباب العالم اللي هو ينطلق من مصر، رساله السلام الى كافه اصقاع المعموره. حاجه رائعه جدا اللي انا شايفه، والعدد اللي موجود شيء رائع جدا، ما فيش شك ان كمان مجموعه الشباب اللي موجودين فيهم شباب متميزين جدا جدا. المنتدى في الحقيقه يعني ان شاء الله يؤتي ثماره، في مجموعه من المصريين التالنت اللي موجوده، في مجموعه من الجنسيات من جميع انحاء العالم، لسه شايف ناس من نيجيريا وشايف ناس من الكاميرون وشايف ناس من اوغندا وشايف ناس من ليبيا، مجموعه كبيره جدا من الشباب في الحقيقه. وهو افضل حاجه في شكل الحوار، الحوار هو ده اللي ممكن، حوار الشباب مع بعض هو ده اللي هيقرب وجهات النظر ويعمل جيل يستطيع ان يتحاور ويتحدث مع الحضارات الاخرى.